اي مدى برضو ستحقق مردودا اقتصاديا من وجهة نظر حضرتك كمعماري الفترة الجاية ان شاء الله لمصر؟ عايز اقول حاجة، الارض البلين، الارض الخام قيمتها 10 جنيه المتر، 5 جنيه المتر، اي حاجة، اي رقم، مجرد ما يتحط فيها مبنى بقت قيمة تانية خالص، اي قيمة مضافة ليها، قيمة مضافة، رفع الأرض اللي جنبها تبقى ب10,000 جنيه مثلا، العاصمة الإدارية هكذا، و20,000 جنيه، بينما لما كانت صحراء جرداء صماء ليست كان قصة مختلفة، الفدان كله ب5,000 جنيه مثلا. أنت بتتكلمي المتر النهارده ب15 و20 و30,000 جنيه في بؤرة المال والأعمال في هذه العاصمة. إذا الارتقاء بالأرض والقيمة المضافة زي ما حضرتك قلتي، أنا بصنع قيمة مضافة أصبحت لها قيمة، والكل يتمنى يقترب من العاصمة الإدارية وترتفع قيم الأراضي بمجرد بمدى بعدها أو قربها من العاصمة الإدارية. بقيت أنسب نفسي للعاصمة الإدارية، بقت بؤرة أنسب نفسي إليها، أنا على بعد 10 كيلو من العاصمة، 20 كيلو، 50، يا نهار أبيض، طب أنت لو 3 كيلو، لا ده أنت جوه، طب لو جوه العاصمة الإدارية وخدت مساحة وعملت فيها أي نشاط صناعي أو زراعي أو، لا ده أنت رقم عديت، انت عديت عديته يا اخوانا حقيقي. فده كلام طبعا، العاصمه الاداريه مخططه تخطيط ذكي، انا بقول دي مدينه ذكيه، تخطيطا ذكيا من البدايه، من البدايه، وفكرا ذكيا، واختيار لوكيشن او موقع ذكي، قرار ذكي، هي قرار ذكي بجد يستتبعه كل حاجه ذكيه تحت هذا العنوان. اكيد يا دكتور اسماعيل، ويمكن كمان احنا عندنا على الجانب الاخر ان ده ممكن يقلل من التكدس، عندنا مشروع هايل جدا، تطوير القاهره الخديويه والقاهره التاريخيه، ده شويه هيساعد في ان احنا بقى القاهره العاصمه تحتفظ بيه رونقها التاريخي الحضاري، ويبقى عندنا بقى افاق اوسع ان احنا ننتقل ليها ونعيش فيها. لانه كانت العاصمه عباره عن القطب او الثقب الاسود اللي كان يستقطب كل الناس، معظم الناس 60% من الناس قاعدين في القاهره، مظبوط، سابوا الاطراف كلها والصعيد والبحر وابلي، القاهره هي تكدسوا في العاصمه، استأثرت بمعظم مخرجات التنميه على مدار سنوات سابقه، يعني ده سابقا خلاص. دلوقتي احنا بنفكك هذا الثقب الاسود وبنردمه بقى الثقب اسود، وبنوجه التنميه لكل الاطراف اللي كانت متجمده ومتجلطه ومحرومه، وهي دي سبب العشوائيات، عشان تبقى عارفه حضرتك ما هو سبب العشوائيات المباشر، لم تكن هناك فرص عماله ولا خدمات في الاطراف في الصعيد وفي وفي وفي، اللي خلى كل الصعيد يجي يتكدس المدينه اللي كانت جميله 2 مليون بني ادم، القاهره انها تتسع ل 22 مليون، 20 دخلوا فين ال 20 دول؟ لا لا، يعني إذا الفكر ده ساعد على الزحام، وساعد على نقص فرص العمل، ساعد على تدني مستوى المعيشة، ولم توجد خدمات تتناسب، ما فيش مية كافية، ما فيش كهرباء كافية، ما فيش شوارع كافية. في الوقت اللي كانت فيه فيلا يسكنها أسرتين تهدد، طلعت مكانها برج سكني 20 دور، بقى 100 أسرة، بقت كلها على نفس الشارع، عرض الشارع، والسيارات فين والمية فين والخدمات فين؟ أنا عايزة أتوقف